معكم من خلال الهاشتاج. عطنا نشوف من اللي منور الدنيا، نشوف من اللي منورين الطياره في الطياره. شوف لا صاحب القرار، صاحب القرار ما حملها كذا كثير، موفق كذا كثير. انا اقول موفقين كلكم اصلا. صاحب القرار بنرجع له، صاحب القرار بنرجع له. شوف انت يا تركي قبل لا تروح العزيز، معلش اخذنا من وقتك. بتاخذ وقتك كله. لا عاد اشوف رقمك يوطوط عندي بسرعه. الفقره تاخرنا، المشاهدين ينتظرون. لا الدنيا خذ راحتك، الدنيا خذ راحتك، ضبط المحور عند الباب. الدنيا خذ راحتك، خلاص انا باخذ راحتي يا اخي. ما وقفت الدنيا على بريك ولا فقره خذها كاش. خذها كاش، خذوها كاش على الفراش. بعد اليوم لا حد يدق على جوالي رجال. بروح احضر مناسبات، بروح اشوف اشغالي، بروح اشوف اموري. اذا من راس الهرم ما كله 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 كله. تفضل عز، عطنا صوره ثاني عزيز، عطنا صوره. شوف المتالق معنا، شوف المتالق مين معنا. شوف رايح وصورته في شوف 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 بالله شوف صورته في البوديوم يجنن. وينك؟ يبي لنا مديار شوي. ايه لا لا تنتقد بعد هذه، بكره نخلص اللوكيشن يشيلنا صالح كلنا. شوف كيف سالم حزام، شفت كيف في البوديوم؟ ما شاء الله متجلي يا عزيز، متجلي. طيب وينك اليوم؟ فقره رئيسيه ولا بعد يومين؟ يعني احنا اول مره ناخذ بريك يومين، اعطونا بريك يومين في خذا كاش جمعه وسبت. سالم حزام مو موجود، شو رايك عزيز؟ شوف انا عندي تعليق صراحه على عز الاسلمي. ايه حلو اذا سمحت لي. تفضل. عز الاسلمي رجل مبدع، يعني ما قصر، قام بالفقره وما لا قصر. تمدح. لا بقول لا تمدح، عطني شوي اسمعني بس نصيحه، تراك تنصدم. انا عارف هو مشكله انه بدع وما قصر وسوى اللي عليه، بس بالنهايه على قولتهم خاره جاب العيد فيها. يعني انت تعطي الحين المتسابق الجوال، ممكن نفتح تويتر يقرا هاشتاج حلو، يمكن ذا الهاشتاج يضيق صدره كم يوم قدام ويطيح اداء المتسابق هذا. بالنهايه الملامه على مين تجي؟ على تسيب المقدم نفسه. ليش حرام؟ مشكلة المقدم يا اخي، والله عزيز ما قصر. يعني انت سويت كل شيء، يوم جاء في الاخير جبت العيد يا رجل. سو انا شوف على ما درت في برامج الواقع من 2016 الى اليوم ما شفت مقدم شغال تقديم وفقره ثانيه يعدها ويشتغل في الفقره الثانيه ويشغل الشاره ويشغل الاعداد. جاء يوم في الاخير حط الرجال، ومو بهنا لا دعوه، مو بس اتصال وفويس، رساله صوتيه بعد. يا ساتر، يعني مو باتصال واتساب. شوف المتسابق اللي استلم الجوال واجرى الاتصال وتواصل مع اللي تواصل معه ما بكل شيء بنعلم فيه، من هنا الى خذها كاش، اذا الى نهايه خذها كاش ما اعترف لنا، الخصم بيكون مضاعف مع صاحب القرار. وصل؟ اعطونا صوره على المتسابقين لو سمحتوا، اعطونا صوره على المتسابقين، بس نبغى نشوف المتسابقين بس بعد اذنك. متسابقين الاعزاء صوتي عندكم واضح؟ الصوت واضح؟ المتسابق اللي استخدم جوال عز الاسلمي وكلم فيه واستخدم الفويس في الواتساب، اذا ما اعترف من هنا الى نهايه خذها كاش راح يكون العقاب مضاعف. وقلت تركي ما قال، واضح؟ الى نهايه خذ ابد، خذ راحتكم، استمروا، واصلوا واصلوا واصلوا. انا ما عندنا مشكله. انا زمان الطبطبه، انا كان الجمهور يقول يا تركي حرام عليك، يا طبطب ترى هذه فقره نقد، اجلد المتسابق. قلت لا يا اخي انا كنت متسابق، ما ودي، يكفي بريك وسالم حزام وجاي عزيز الحين، خلاص كفايه، وكل اللي خذوا في النسخ السابقه خليني ادير الحوار بس. لكن ما دام وصلنا كذا لا. من ناحيه الجوال بعض المقدمين عز وغيره ممكن يعني عاطفته تقول عط فلان الجوال وخليه يطمن، وممكن بعض المتسابقين يقول امي ابوي اخوي. انا عندي يعني امرين للمقدم وايضا المتسابق. المقدم قد يكون انك تنهي مسيره متسابق بمساعده كلب الاتصال زي ما تفضل اخوي عزيز قبل شويه، ممكن يدخل على هاشتاج او يدخل على تويتر او يدخل على فريق دعمه او يتواصل مع احد برا ويعطيه كلمه واحده تنهي مسيرته. نعم والله تجد كل يوم هو محور عندنا، زي الرجال ذاك راعي اللي عنده فرط في لسانه، الله يستر عليه، فرط حركه في لسانه. هم عارفين المشاهدين خلاص حفظوه زين.